بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في المتتاليات العددية لبكالوريا 2017 رقم 15. أنصح بشعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي، لأنه تمرين رائع، خاصة هذه السنوات الأخيرة يركزون على أنواع من هذا التمارين وخاصة هذه العلاقات، حيث قال إولي آن متتالية معرفة على آن بإولي صفر يساوي لنا واحد، وإولي آن زائد واحد يساوي لنا ثلاثة في إولي آن زائد تسعة على اثنان في إولي آن. قال واحد برهم بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي آن يكون إولي آن أكبر أو يساوي لنا صفر. ثم بين أن إي لأن زائد واحد ناقص ثلاثة و إي لأن ناقص ثلاثة مختلفين في الإشارة. ثم ثانيا ألف قال برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي أن يكون ثلاثة أكبر أو يساوينا إي لإثنان أن وأقل أو يساوينا إي لإثنان أن زائد واحد. قال با استنتج أنه إذا كانت إي لأن متقاربة فإن نهايتها كيف تساوي ثلاثة. قال ثالثا استنتج أنه من أجل كل آن يكون القيمة المطلقة لإولي آن زائد واحد ناقص ثلاثة أقل أو يساوي ثلاثة على أربعة في القيمة المطلقة لإولي آن ناقص ثلاثة. قال نقبل أن إولي آن أكبر أو يساوي لنا اثنان. رابعا ألف قال برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي أن يكون القيمة المطلقة لإولي آن ناقص ثلاثة أقل أو يساوي لنا من اثنان في ثلاثة على أربعة الكل قوى آن. با وأخيرا قال استنتج نهاية المتتالية إي لآن. إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذا ننطلق في الإجابة على السؤال الأول، حيث قال إي لآن متتالية معرفة على آن ب إي لصفر يساوي لنا واحد، وإي لآن زائد واحد يساوي لنا ثلاثة في إي لآن زائد تسعة على اثنان في إي لآن. السؤال قال برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي آن يكون إي لآن أكبر أو يساوي لنا صفر. إذا نكتب هنا كعنوان للجواب، نقول البرهان بتراجع أنه مهما كان آن ينتمي إلى الأعداد الطبيعية فإن إي لآن أكبر أو يساوي لنا ماذا؟ أو يساوي لنا الصفر. البرهان بالتراجع في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التحقق، نقول من أجل ماذا؟ من أجل آن يساوي صفر. تصبح لنا إي لصفر كم؟ إي لصفر إنها واحد، والواحد بطبعه أكبر أو يساوي لنا الصفر. أي ماذا نقول؟ أي أن الخاصية P لصفر محققة من أجل ماذا؟ من أجل أن يساوي صفر. المرحلة الثانية نقول نفرض، هذه هي قواعد البرهان بالتراجع، نفرض أن P لأن محققة من أجل ماذا؟ من أجل أن. أي ماذا أبنائي؟ أي هذه دائما في البرهان بالتراجع العلاقة التي تطلب أن تبرهن تفرض، أي أنه إي لآن أكبر أو يساوي صفر. ثالثا وأخيرا نقال ونبرهن صحة ماذا؟ صحة الخاصية بي لآن زائد واحد من أجل آن زائد واحد، أي نبرهن أنه إي لآن زائد واحد كذلك أكبر أو يساوي لنا صفر. لكن ننطلق دائما من الفرضية، معناه نثبت على أن هذه العبارة أكبر أو يساوي صفر. نقول لدينا أن إي لآن أكبر أو يساوي لنا صفر. ماذا ينقص؟ ما رأيكم أن نضرب في العدد ثلاثة؟ نضرب هنا من هنا في ثلاثة ومن هنا في ثلاثة، ونضيف من هنا تسعة ونضيف من هنا تسعة، فأصبح لنا ثلاثة إي لآن زائد تسعة أكبر أو يساوي لنا تسعة. دققوا. ثم عندنا كذلك أن الإي لآن أكبر أو يساوي لنا صفر، نضرب من هنا في اثنان ومن هنا في اثنان، وتصبح لنا اثنان إي لآن أكبر أو يساوي لنا صفر. المتبين هنا نقلب، يعني نجعل يا أبنائي ما نسميه مقلوب. ما هو المقلوب؟ أن قلنا اثنان إي لآن أكبر أو يساوي لنا صفر، لما نقلبها لا تتغير متبين، احذروا لأن الأمر متعلق بالصفر. أعطيكم مثال، عشرة أكبر من الصفر، واحدة على عشرة يبقى أكبر من الصفر، لو كانت مع الأعداد الأخرى ممكن تنقلب المتباين، تنقلب متباينة، أما هنا مع الصفر لا تنقلب، احذروا. فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا واحد على اثنان إي لآن أكبر أو يساوي لنا صفر. هذه العلاقة نسميها اثنان، وهذه العلاقة نسميها العلاقة واحد. نقول بضرب واحد في اثنان
في اثنان نجد ماذا نجد أبنائي؟ البسط في البسط والمقام في المقام، معناه نضرب هذا في هذا وهذا في مقام هذا. لاحظوا جيدا مع هذه القيمة هنا دائما تبقى دائما أكبر من الصفر، هذا لا جدال. فماذا ينتج؟ ينتج يا أبنائي أن تصبح لنا بالضرب 3 إلي آن زائد 9 على 2 إلي آن أكبر أو يساوي لنا صفر، ألا وهي إلي آن زائد 1 أكبر أو يساوي صفر، أي الخاصية بي لي آن زائد 1 محققة. من أجل ماذا؟ من أجل آن زائد 1 نقول. وأخيرا يعني نعود إلى أصل البرهان بالتراجع أن إلي آن أكبر أو يساوي لنا الصفر فقط يا أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال الآخر. قال ثم بين أن إلي آن زائد 1 ناقص 3 وإلي آن ناقص 3 مختلفين في الإشارة. إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن إلي آن زائد 1 ناقص 3 وإلي آن ناقص 3 مختلفين في ماذا؟ في الإشارة. معنى إذا كان واحد موجب الآخر سالب. لاحظوا جيدا، أول نحسب إلي آن زائد 1 ناقص 3 تصبح تساوي لنا الإلي آن زائد 1، ها هي قيمتها، إنها 3 إلي آن زائد 9 على ماذا؟ على 2 إلي آن ناقص 3. نوحد هنا المقام، لو نوحد هنا المقام تصبح الكتابة هكذا وتضرب هذه في هذه القيمة فتصبح لنا 6 إلي آن، فينتج لنا أنه هذا مع هذا تصبح لنا ناقص 3 إلي آن زائد 9 على 2 إلي آن. نكمل هنا، يمكن أن نستخرج يا أبنائي ما نسميه، نستخرج كلمة ناقص 3. ناقص 3 تصبح لنا إلي آن ناقص 3 على 2 إلي آن. دققوا هنا أرجوكم نقطة نقطة. يقول أحدكم لم أفهم، أضرب هذا في هذا تصبح لنا ناقص 3 إلي آن، واضرب هذا في هذا تصبح لكم 9، كأنما لم نفعل شيء. لاحظ نقول أولا عندنا إثنان، أولا عندنا الإلي آن كيف هي؟ قيمة كيف هي؟ موجبة. لو نضرب هنا في الإثنان لا يحدث أي شيء، هذا الأمر الأول. نقول هنا ركزوا أرجوكم نقطة نقطة، نقول إذا كانت ماذا؟ إلي آن ناقص 3 هذه أكبر أو يساوي الصفر. تخيل لو كانت هذه أكبر أو يساوي الصفر، فماذا يمكن أن نقول على هذه الآن على هذه القيمة الذي هي نفسها هي هذه القيمة، لأن قال هو إلي آن زائد 1 ناقص 3 مختلفة في الإشارة مع إلي آن ناقص 3. إذا كانت هذه أكبر من الصفر فماذا يمكن أن نقول على ناقص 3 في إلي آن ناقص 3؟ يعني نضربها نعيد ضربها مرة أخرى في ناقص 3 فأكيد سوف تكون أقل أو يساوي الصفر. لو هنا نقسم هنا على 2 إلي آن سوف تكون أقل من الصفر. ما معناها؟ معناه هنا بالفرضية إذا كان هذا أكبر من الصفر، لاحظوا هذا أكبر من الصفر فأكيد هذا كيف يكون؟ يكون أقل من الصفر، لأن وهذا بطبعه ما هو؟ هو إلي آن ناقص زائد 1 ناقص 3. إذا نقول ومنه إلي آن ناقص 3 وإلي آن زائد 1 ناقص 3 مختلفين في ماذا؟ مختلفين في الإشارة. لاحظتم الأمر يعني جد جد بسيط، أعيد حتى يفهم الجميع، ربما فيه من لم يفهم. نحن قلنا أن الإلي آن قيمة موجبة، لو أضفنا من هنا ناقص 3 ومن هنا ناقص 3 لا يعني أننا نقول يمكن أن تكون أكبر أو أصغر، لا، لكن نحن إذا فرضنا أن هذه القيمة اللي هي تابعة لهذا كانت موجبة، فماذا يمكن أن نقول على هذه القيمة؟ فتكون سالبة، لأن لاحظوا مضروبة في ناقص، وهذه القيمة هي لمن؟ إنها لإلي آن زائد 1 ناقص 3. إذا كانت واحدة موجبة فالأخرى تكون سالبة، وهذا ما يعطينا البرهان على أنه مختلفتان في الإشارة فقط يا أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى ثانيا برهن. قال ألف برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي آن أن الثلاثة أكبر أو يساوي لنا إلي 2 آن وأصغر أو يساوي لنا إلي 2 آن زائد 1. نقول
أولا البرهان كعنوان، البرهان أنه إذا كان آن ينتمي إلى آن فإن هذه المتبينة تبقى صحيحة مهما كان آن. دققوا هنا أرجوكم. نقول نبرهن على ذلك باستعمال البرهان بالتراجع، لأن الأمر متعلق بأن، بما أن الأمر متعلق بأن يمكن أن نبرهن على هذا بالبرهان بالتراجع. أولا ننطلق نقول من أجل أن يساوي صفر. لاحظوا جيدا، نأتي بالعلاقة التي أعطيت لنا هذه ونعوض تعالوا بأن يساوي صفر. إذا تصبح لنا هنا صفر وهنا كم تصبح؟ صفر، فتصبح لنا معناها ثلاثة، وهنا إيلي واحد وهنا إيلي صفر. نلاحظ هل هي مؤكدة أم غير ذلك. الإيلي صفر ها هي قيمته، إنه الواحد، والثلاثة ثلاثة، يبقى لنا إيلي واحد. إيلي واحد إذا عوضنا هنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر، فأصبح لنا إيلي واحد يساوي ثلاثة في إيلي واحد. إيلي واحد ها هي قيمتها، إنها الواحد وإنها الواحد، أصبح لنا ماذا؟ أصبح لنا ثلاثة زائد، لأن ثلاثة في واحد، زائد تسعة على اثنان، أصبح لنا 12 على اثنان، إنها ستة، نضعها ستة، هل هي محققة؟ نعم، بيلي صفر محققة من أجل أن يساوي صفر، هذا الأمر انتهى الآن دوره. نأتي بعدما أنهينا مع بداية التراجع محققة، نأتي أبنائي بعدها لنبرهن الخاصية. قبل أن نبرهن الآن نأتي إلى مرحلة الفرضية. نقول نفرض أن بي لي آن كيف هي محققة من أجل ماذا؟ آن أكبر أو يساوي لنا الصفر، أي هذه التي أعطيت لنا دائما في البرهان بالتراجع نفرضها ونبرهن التي بعدها، ونبرهن صحة ماذا؟ الخاصية بي لي آن زائد واحد، من أجل ماذا؟ من أجل آن زائد واحد، أي هنا نأتي بالعبارة هذه، لكن لاحظوا أي عبارة كيف تتغير، انتبهوا معي أرجوكم. قلنا في مكان الآن نضع هنا كان عندنا آن، لكن هنا آن زائد واحد، معناه نضع هنا زائد واحد ونضع القوس، وهنا كذلك زائد واحد ونضع القوس، يعني الكتابة تصبح لنا ثلاثة محصورة ما بين إيلي اثنان في آن زائد واحد، ومن هنا إيلي اثنان في آن زائد واحد، لكن زائد واحد ها هو خارجا، قلت في مكان الآن عوضوا بأن زائد واحد. هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا ثلاثة محصورة ما بين إيلي، هذا في هذا كم؟ اثنان آن، وهذا في هذا هو اثنان، والواحد تصبح لنا زائد ثلاثة، ومن هنا تصبح لنا إيلي، ننشر هذا في هذا هو اثنان آن، وهذا في هذا زائد اثنان. علينا أن نبرهن صحة هذه العلاقة، هذه علينا أن نبرهنها. الآن لبرهنتها ما رأيكم أبنائي؟ أولا لا ننسى الفرضية، الفرضية نتركها هنا، إلا أنه ما رأيكم أن نقوم بتفكيك هذا الأمر. أولا نبرهن واحد، نبرهن أن ماذا؟ أن لاحظوا جيدا نختار هذه الجهة، أن إيلي اثنان آن زائد اثنان أقل أو يساوي ثلاثة، لأن يمكن بما أن هذه المتبين نفككه على جزئين، إذا أثبتنا هذه الجهة ثم هذه الجهة من واحد واثنان نستنتج أن الثلاثة محصورة ما بينهم، هكذا تقول القاعدة. ننطلق الآن أولا بهذه العلاقة، إذا أتينا بالعبارة هذه التي أريكم إياها وعوضنا في كل مكان، لاحظوا باثنان آن زائد اثنان، ندقق ما هي العبارة التي سوف نتحصل عليها. إذن ماذا تصبح لنا أبنائي؟ لاحظوا نقطة نقطة ولا تتعجلوا ولا تخافوا في هذا الأمر. لاحظوا جيدا، إذن تصبح لنا هنا اثنان آن زائد اثنان، هنا تصبح لنا اثنان آن زائد واحد. يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ لأن لاحظوا هنا كان عندنا آن زائد واحد، أصبحت عندنا آن زائد واحد وهنا آن، إذن كذلك في مكان الآخر يصبح له أكبر منه درجة، يصبح لنا هنا اثنان آن زائد واحد، لم أفعل شيء.
قلت وأعيد حتى تفهموا، لاحظوا في العبارة قبل كل شيء. العبارة في الأول يا أبنائي انظروا، آن زائد واحد، هنا آن وهنا آن، هنا كذلك بما أن هنا اثنان آن زائد اثنان، فنضع هنا اثنان وهنا ماذا نضع؟ نضع اثنان ونضع هنا اثنان. لاحظوا جيدا، هل هذا صحيح؟ لا، ولكن هنا زائد اثنان لأن هذه العلاقة، ولكن هنا نضيف كلمة زائد واحد ونضيف هنا زائد واحد، فماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه اثنان إي لي آن زائد اثنان تصبح تساوي لنا ثلاثة إي لي اثنان آن زائد واحد، انتبهوا أرجوكم، زائد تسعة، عفوا قلت زائد تسعة على اثنان إي لي اثنان آن زائد واحد، لم أفعل شيء. الآن ما رأيكم أبنائي لو نأتي إلى هذه نقوم بتفكيك المقام، يعني هذا يأخذ مقامه لوحده ثم هذا يأخذ مقامه لوحده، فماذا ينتج؟ تصبح لنا ثلاثة إي لي اثنان آن زائد واحد على اثنان إي لي اثنان آن زائد واحد زائد تسعة على اثنان إي لي اثنان آن زائد واحد، يذهب هذا مع هذا، لما يذهب هذا مع هذا ركزوا ما هي العبارة التي سوف تبقى، تبقى لنا هي هذه العبارة، لم أفعل شيء حتى الآن، دققوا أرجوكم، أصبحت العبارة هي هذه التي أريكم إياها، إنها إي لي آن زائد اثنان، إي لي اثنان آن زائد اثنان تصبح لنا هي ثلاثة على اثنان زائد تسعة على اثنان إي لي اثنان آن زائد واحد، هذا هو الأمر الذي وجدناه. الآن نعود إلى شيء آخر، نتابع جيدا. إذن لاحظوا جيدا، نعود الآن إلى فرضية التاجع، ماذا قلنا؟ ألم نقول أن هذه العلاقة محققة؟ نعم، نقول لدينا أن ثلاثة أقل أو يساوي لنا إي لي اثنان آن زائد واحد، هذه من الفرضية، فرضية التراجع. دققوا هنا، نريد أن نصل إلى هذه العلاقة انطلاقا من هذه، ما رأيكم أبنائي هنا لو نلاحظ جيدا ونضرب كلاهما في الاثنان، تصبح لنا هنا كم؟ تصبح لنا هنا ستة وهنا اثنان، ثم نأتي لنضع شيء اسمه المقلوب، إذا وضعنا هنا المقلوب تصبح لنا هنا واحد واحد، إلا أنه هنا تصبح لنا ستة وهنا اثنان إي لي اثنان آن زائد واحد، نضرب الآن كلاهما في تسعة، ما تصبح لنا هذه ما هي؟ تصبح لنا ثلاثة على اثنان، لأن لو نختزل تصبح قلت ثلاثة ثلاثة على اثنان، نضيف من هنا ثلاثة على اثنان ومن هنا ثلاثة على اثنان، تصبح لنا من هنا ستة على اثنان اللي هي ثلاثة، وهذه الجهة تصبح لنا هي إي لي اثنان آن زائد ماذا؟ زائد اثنان، وها قد ظهرت نقول ومنه الشيء الذي كنا نريد أن نصل إليه، ها هو أمامكم يا أبنائي فقط. إذن بعدما أكملنا مع الفرع الأول، أي فرع يقول أحدكم إنه هذا الفرع قد أثبتنا أنه محقق؟ إذا سميناه هذا رقم واحد، نأتي الآن إلى الجزء الثاني اللي هو هذا إذا سميناه اثنان، لاحظوا جيدا أبنائي نقطة نقطة حتى نتعلم. الآن عندنا علينا أن نبرهن أن ماذا؟ أن ثلاثة أصغر أو يساوي لنا إي لي اثنان آن زائد ثلاثة. نعود الآن إلى الأصل كذلك، تصبح لنا إي لي اثنان آن زائد ثلاثة تساوي، هنا ما علينا إذا جاءت هنا الثلاثة وهنا تصبح لنا اثنان وهنا اثنان، فتصبح لنا تساوي لنا ثلاثة في ماذا؟ في إي لي اثنان آن زائد اثنان زائد تسعة على اثنان إي لي اثنان آن زائد اثنان، لم أفعل شيء، يعني مثل ما فعلنا في الأول، إذا كان هنا الثلاثة يكون هنا وهنا الاثنان، نقوم بتفكيكها مثل ما فعلنا في الأول، تصبح لنا هذا على هذا اللي هو تصبح لنا نختزل معهم مثل ما فعلنا في الأول، نختزل هذا مع هذا بالاختزال، تصبح لنا ثلاثة على اثنان زائد هذا على هذا، هذا على هذا لا يمكن أن يختزل، بل يبقى تسعة على اثنان إي لي اثنان آن زائد اثنان. لكن نعود إلى شيء آخر، لاحظوا ما هو الشيء الآخر؟ الشيء الآخر الذي أثبتناه، أليس هذه العلاقة قلنا إنها صحيحة الآن؟ نعم، نقول لدينا من السابق،
السابق الذي برهناه اللي هو من رقم واحد، من هذا الواحد أنه إيلي اثنان آن زائد اثنان أقل أو يساوي لنا الثلاثة. نعود الآن ما رأيكم أن نضرب هنا في اثنان تصبح لنا هنا ستة، ونقلب المتباينة. لما نقلبها تصبح لنا هنا هكذا وهنا هكذا وتصبح لنا هنا هكذا. دققوا، تصبح لنا هنا اثنان، لاحظوا أبنائي، تصبح لنا اثنان إيلي اثنان آن زائد اثنان. هل تبقى هي هي؟ يعني لا، إنما تقلب المتباينة هكذا. دققوا، هكذا تقلب، تصبح لنا واحد على ستة. نضرب الآن كلاهما في تسعة وهنا التسعة. لما نضرب في تسعة هذه الجهة تصبح لنا هي ثلاثة على اثنان، بعدما نختزل الثلاثة في كل من البسط والمقام، ونضيف من هنا ثلاثة على اثنان، ونضيف من هنا ثلاثة على اثنان. هذه ما هي؟ هي إيلي اثنان آن زائد ثلاثة، والأخرى ماذا تعطينا؟ ستة على اثنان، إنها الثلاثة. وها هي أمامكم قد تحققت يا أبنائي. يقول أحدكم إنها مكتوبة ليس مثلها يا أستاذ، سوف نكتبها مثلها. أصبح لنا ثلاثة من هنا ومن هنا إيلي اثنان آن زائد ثلاثة. نقول إذا سمينا هذه رقم اثنان وهذه رقم واحد نقول ومن إذا هذه اثنان، ومن واحد واثنان نجد أن الثلاثة محصورة ما بين إيلي اثنان آن زائد ثلاثة وإيلي اثنان آن زائد اثنان فقط يا أبنائي. إذا وأخيرا هذا يعني نقول ومنه الخاصية بي لي آن زائد واحد محققة من أجل ماذا؟ من أجل آن زائد واحد. وأخيرا نعود إلى أصل البرهان، وأخيرا أن الثلاثة محصورة ما بين إيلي اثنان آن زائد واحد وإيلي اثنان آن فقط يا أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الآخر. قال استنتج أنه إذا كانت إيلي آن متقاربة فإن نهايتها ثلاثة. إذا نكتب هنا استنتاج أن ليميت إيلي آن لما آن يؤول إلى الزائد ما لا نهاية تساوي لنا كم؟ تساوي لنا ثلاثة. لاحظوا، نقول إذا كانت إيلي آن كيف هي؟ متتالية متقاربة، فإن عليكم أن تتعلموا هذا الشيء الذي سوف أقول، أن ليميت إيلي آن زائد واحد تساوي لنا ليميت إيلي آن تساوي لنا ليميت إيلي اثنان آن تساوي لنا ليميت إيلي اثنان آن زائد واحد. أكيد الآن يؤول إلى الزائد ما لا نهاية في كل حالة، لأنه عدد طبيعي ليس عدد حقيقي، دائما يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. هذه كليا هذه النهايات سوف تعطيكم نهاية اسمها آل، لأن قلنا متقاربة، معناه متقاربة مهما وضع هنا الدليل فتبقى نهايتها آل. لكن ماذا نملك؟ ولدينا أن الثلاثة محصورة ما بين إيلي ماذا؟ إيلي اثنان آن زائد واحد وإيلي اثنان آن. لكن إذا كانت نهاية هذه توضع في هذا المكان والنهاية هي نفسها في هذا المكان، فيصبح لنا الثلاثة محصور ما بين آل وآل. هنا هذه نهايتها آل وهذه نهايتها آل، ما هذا إلا آل يصبح يساوي لنا ثلاثة فقط بقاعدة الحصر. معناه هنا ما هذه تصبح بقاعدة الحصر إنها ثلاثة فقط يا أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي أن يكون ماذا يكون أبنائي؟ يكون أن القيمة المطلقة لإيلي آن زائد واحد ناقص ثلاثة أقل أو يساوي ثلاثة على أربعة من إيلي آن ناقص ثلاثة بالقيمة المطلقة. أولا إذا نكتب هنا استنتاج أن ماذا؟ أن هذه العلاقة صحيحة مهما كان آن ينتمي إلى آن. ثم قال نقبل أن إيلي آن أكبر أو يساوي الاثنان. أولا سوف نبحث عن هذه القيمة اللي هي إيلي آن زائد واحد ناقص ثلاثة يساوي ماذا؟ يساوي إيلي آن زائد واحد، ها هي قيمتها ثلاثة إيلي آن زائد تسعة على
اثنان اي لان ناقص ثلاثة. نوحد هنا المقام مباشرة تصبح لنا هنا ستة اي لان، فتصبح تساوي لنا كم؟ تصبح تساوي لنا هذا مع هذا ناقص ثلاثة اي لان زائد تسعة على اثنان اي لان. نستخرج الثلاثة عن مشترك فماذا ينتج؟ ينتج لنا المقام يبقى هو هو اللي هو اثنان اي لان، اما البسط يبقى لنا ناقص ثلاثة ناقص اي لان ناقص اي لان زائد ثلاثة. تذكروا هذا الامر، هذه اذا جئنا رقم واحد. الان ناتي الى الجهة الاخرى، هذه سوف نبحث عليها. قبل ان نبحث عليها نقول لدينا ان اي لان اكبر او يساوي كم؟ اثنان. ها هي اعطيت لنا. ما رأيكم أبنائي نضرب هنا في الاثنان وهنا في الاثنان تصبح لنا أربعة، ونجعل المقلوب. لو نجعل المقلوب المتبينة سوف تنقلب، تصبح لنا هنا واحد على أربعة وهنا واحد على اثنان إي لآن. لم أفعل شيء. ما رأيكم أبنائي ماذا ينقصنا في هذا المكان؟ تنقصنا أن نضرب من هنا في ثلاثة ونضرب هنا في ثلاثة، ثم ماذا ينقصنا حتى نصل إلى هذه العبارة؟ ما رأيكم أبنائي عندنا إي لي ان ناقص ثلاثة، هذه بالقيمة المطلقة هي نفسها ماذا؟ هي ناقص اي لان زائد ثلاثة، لأن القيمة المطلقة لناقص اثنان هي القيمة المطلقة لاثنان. إذا يضرب كلا الطرفين في هذه القيمة الموجبة، وهذه قيمة دائما أكبر أو يساوي صفر، نضربها في اي لان ناقص ثلاثة من هنا، ونضرب كذلك من هنا في اي لان ناقص ثلاثة. ركزوا بأم أعينكم على ماذا سوف نتحصل. هذا الفرع إنه نفسه البرهان، هذه الجهة. أما هذا الفرع، هذا الفرع انظروا أهو هذا؟ نعم هو، لكن كيف يصبح هو؟ دققوا معي، أجعله كما تلاحظون. لو نجعل القيمة المطلقة هنا ونجعل القيمة المطلقة هنا ونجعل القيمة المطلقة هنا ونجعل القيمة المطلقة هنا، لأن هذه القيمة موجبة يعني لا يحدث لها شيء، حتى وجعلناها في القيمة المطلقة معناه سوف لا يحدث أي شيء. إلا أنه ماذا قلت عن القيمة المطلقة؟ ألم أقول أن القيمة المطلقة لناقص إي لآن زائد ثلاثة هي نفسها القيمة المطلقة لإي لآن ناقص ثلاثة؟ نعم. إذا هذه هنا كما أشير يا أبنائي يمكن أن نحذف ناقص من هنا ونضيف ناقص في هذا المكان، وإنه ماذا؟ وإنه الجواب. تصبح لنا ومنه، لاحظتم يعني أمر استنتاجي، لكن عليكم أن تكونوا تتعلموا خواص هذه القيمة المطلقة التي أذكرها هنا. فتصبح لنا إي لآن زائد واحد ناقص ثلاثة بالقيمة المطلقة أصغر أو يساوي لنا ثلاثة على أربعة في القيمة المطلقة لإي لآن ناقص ثلاثة. هكذا أبنائي، إن لم تفهموا شيء أعيدوا الفيديو في هذه النقطة سوف تفهمون. الأمر في الأول أذكركم أن قمت بإنشاء بعمل هذه القيمة دون رمز القيمة المطلقة، وأتيت في الجهة الأخرى من الجهة الثانية هنا ثانيا إذا كان هذا واحد، فقمت كذلك باستغلال هذه القاعدة التي أعطيت لي. قلت أن الإي لآن أكبر أو يساوي اثنان، ضربت كلا الطرفين في اثنان فأصبحت من هنا اثنان ومن هنا أربعة، جعلت المقلوب وضربت في هذه القيمة الموجبة التي لا تحدث لنا أي إشكال. الآن بعدما ضربت هذه الأمور أدخلت القيمة المطلقة وعدت إلى هذه القيمة، هذه القيمة التي أذكر هنا، وضعت القيمة المطلقة وأتبعتها بالقيمة المطلقة، وهنا كذلك القيمة المطلقة، لكن القيمة المطلقة لهذا المقام لا يحدث شيء لأن قيمة موجبة. كذلك الثالثة لا داعي أن نضع لها القيمة المطلقة لأنها قيمة موجبة. ثم أكملنا فأعدنا إلى الأصل اللي هو هذا الأمر فقط أبنائي. ناتي بعدها أبنائي إلى رابعا، قال برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي فإن. إذا نكتب هنا البرهان أن إذا كان آن ينتمي إلى آن فإن هذه العلاقة التي أعطيت لنا يريد أن تكون محققة من أجل كل عدد طبيعي. هنا عندنا طريقتان، نستعمل طريقة البرهان بالترجع، نقول نبرهن على ذلك باستعمال البرهان أو الاستدلال البرهان بالتراجع، كما يوجد لنا طريقة أخرى. لاحظوا جيدا، نقول من أجل ماذا؟ من أجل آن أولا يساوي الصفر، آتي بهذه العلاقة أمامكم ونعوض هل تبقى محققة أم لا. عوض هنا بصفر
وهنا بصفر. اي لي صفر ها هي قيمته انها واحد. اصبح لنا واحد ناقص كم؟ واحد ناقص ثلاثة اللي هو ناقص اثنان بالقيمة المطلقة هي اثنان. وهنا تصبح لنا هذه كم؟ اي عدد قوة صفر؟ انها الواحد. اذا تصبح لنا تبقى لنا اذا هذا يذهب الى واحد، تبقى لنا الا الاثنان، انها محقق. اذا بي لي صفر محققة. نقول ونفرض أن ماذا؟ أن الخاصية بي لآن محققة من أجل ماذا؟ من أجل آن يساوينا، عفوا من أجل آن أكبر أو يساوي صفر، أي أن الأمر الذي أعطي لنا اللي هو هذا الأمر، هذا نفرضه أنه صحيح، ونبرهن صحة ماذا؟ صحة الخاصية بي لآن زائد واحد من أجل ماذا؟ آن زائد واحد، أي نثبت هذا الأمر. دققوا، نثبت علينا أن نصل إلى أن هنا نضيف زائد واحد وهنا نضيف زائد واحد. نعود الآن من الفرضية، نقول لدينا ماذا؟ لدينا هذه الفرضية أنها صحيحة، وكذلك لدينا شيء آخر عليكم أن تنتبهوا له الذي برهناه من قبل، ها هو أمامكم، هذا علينا أن نستغله. لكن دققوا أرجوكم، ما رأيكم أن نضرب كل هذه المتراجحة في 3 على 4؟ فماذا ينتج؟ ينتج لنا من هنا تصبح لنا القيمة المطلقة لـ إي لي آن ناقص 3 مضروبة في 3 على 4، ومن هنا تصبح لنا 2 في 3 على 4 الكل قوة آن في 3 على 4، لم أفعل شيء. لاحظوا جيدا، بما أن هنا هذا لهم نفس الأساس اللي هو 3 على 4، تقول قاعدة جمع الأسس معنى هذا مع هذا، أصبح لنا 2 في 3 على 4 الكل قوة آن زائد 1، ومن هنا هذه القيمة أليس هي أكبر على هذه القيمة؟ نعم، إذن فتصبح لنا إي لي آن زائد 1 ناقص، لاحظوا جيدا أبنائي نقطة نقطة هكذا، لأن ماذا؟ لأن عندنا هذه الخاصية محققة. يقول أحدكم لم أفهم، لاحظوا جيدا أبنائي نقطة نقطة، هذه القيمة أليست أكبر على هذه القيمة؟ نعم، بما أنها أكبر فتكون في هذا المكان، تصبح لنا هنا القيمة المطلقة لـ إي لي آن زائد 1 ناقص 3 بالقيمة المطلقة، هذه مع هذه أصبحت محققة، اللي هي هذه كما أشير فقط، لم أفعل شيء لأن قاعدة استنتاجية. يقول أحدكم كيف قاعدة الاستنتاجية أستاذ؟ إذا قلنا أن 7 أكبر من 6 و6 أكبر من 5 فإن 7 أكبر من 5 وانتهى الأمر. هذه تحمل نفس الفكرة التي أتحدث عليها. نقول هل توصلنا إلى هذه؟ نعم. نقول ومنه الخاصية P لآن زائد واحد محققة من أجل آن زائد واحد. وأخيرا نعود إلى أصل البرهان بالتراجع، وأخيرا ماذا نملك يا أبائي؟ وأخيرا نقول أن هذا الأمر محقق فقط. كما قلت يا أستاذ، قلت يوجد طريقة ثانية، هل يمكن أن ترينا إياها؟ نعم سوف أريكم إياها أبنائي. لاحظوا اللي هي طريقة الاختزال. إذا يوجد لنا طريقة البرهان بالتراجع على هذا السؤال، كما يوجد لنا طريقة ثانية ألا وهي طريقة قلت الاختزال. كيف يقول أحدكم ما هي هذه الطريقة التي تتحدث عليها؟ لاحظوا الطريقة. أولا نقول، ركزوا أرجوكم، نأتي إلا بالعبارة التي أعطيت لنا، ها هي أمامكم الآن، وعندنا إي لي صفر كم قلنا؟ قلنا واحد. إذن هذه طريقة ثانية، يعني ليست تابعة للبرهان بالتراجع. كيف؟ لاحظوا، إذا وضعنا هنا كلمة هكذا، هذه نضع هذه الكلمة هنا صفر وهنا صفر، ماذا ينتج؟ ينتج لنا أن إي لي صفر هي اثنان، واحد ناقص ثلاثة تصبح لنا ناقص اثنان اللي هي اثنان أقل أو يساوي، نعوض هنا كذلك بكم، أو نترك الأمر بدون أن نذكر الأعداد حتى تلاحظوا بأم عينكم. ثم إيلي، ركزوا، إيلي واحد ناقص الآن ثلاثة يصبح أقل من اثنان في ثلاثة على أربعة الكل قوة واحد. ثم إيلي اثنان ناقص ثلاثة الذي يوضع في هذا المكان، يوضع في هذا المكان، لم أفعل شيء.
أقل أو يساوينا اثنان في ثلاثة على أربعة الكل قوة اثنان. تعالوا ننزل يا أبنائي إلى غاية إي لأن ناقص ثلاثة أقل أو يساوي لنا اثنان في ثلاثة على أربعة الكل قوة أن. دققوا أبنائي، ماذا على ماذا سوف نتحصل؟ إذا نتابع جيدا أبنائي، سوف نأتيكم بهذه العلاقة هي المنقذ. لاحظوا هذه العلاقة سوف نستغل، وتلاحظون بأم أعينكم سوف نصل إلى هذه. كيف يقول أحدكم؟ الآن لو نضع هنا صفر وهنا صفر، فماذا ينتج؟ ينتج لنا القيمة المطلقة لإيلي واحد ناقص ثلاثة أقل أو يساوي لنا ثلاثة على أربعة من إيلي صفر ناقص ثلاثة. هذا الحد الأول. تخيل الآن لو نضع هنا واحد ونضع هنا واحد، سبحان القيمة المطلقة لإيلي اثنان ناقص ثلاثة أقل أو يساوي لنا ثلاثة على أربعة في إيلي واحد ناقص ثلاثة. تخيلوا الآن ننزل 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 إلى غاية إيلي آن ناقص ثلاثة أقل أو يساوي لنا ثلاثة على أربعة من إيلي آن ناقص واحد ناقص ثلاثة. يعني حتى تفهموا جيدا ولا تختلط عليكم الأمور وتقولون ماذا يفعل هذا الأستاذ، يا أبنائي دائما الدليل الذي يكون في هذه الجهة يكون أكبر على هذه الجهة بدرجة. إذا كان هنا الواحد فيكون هنا الصفر، إذا كان هنا الآن هنا يكون آن ناقص واحد، إذا كان هنا 100 يكون هنا 99. الآن نقول بالضرب ماذا؟ طرف لطرف. إذن بالضرب طرف لمن؟ لطرف. نجد ماذا؟ نجد أن الكثير كلهم تقريب سوف يقومون حذف هذا ذهب مع هذا، وهذا ذهب مع هذا، وهذا ذهب مع هذا. بقي لنا ماذا؟ ما هي الأمور التي تبقى؟ عليكم أن تنتبهوا للشيء الذي يبقى. بما أن هذا ذهب مع هذا مع هذا، أكيد بقيت لنا هذه القيمة. إنها ماذا؟ إنها إيلي آن ناقص ثلاثة بالقيمة المطلقة أقل أو يساوي. لكن هذه الأمور التي تذهب ليس الكل يذهب، يذهب هذه، لكن ثلاثة على أربعة يا أبنائي أصلا لم تذهب. بقيت لنا ثلاثة على أربعة كم من مرة؟ هذه ثلاثة على أربعة تكررت، حسب تكررت تعد الحدود وها هو هذا كم؟ قلنا هذا العدد إنه واحد، وهذا كم آن؟ نحسب نقول عدد الحدود كيف يحسب؟ دليل هذا الكبير ناقص الصغير تضيفون واحد، معناه هو آن ناقص واحد زائد واحد. يذهب هذا مع هذا يبقى لنا كم؟ يبقى لنا آن، معناها ثلاثة على أربعة الكل قوة آن. يقول أحدكم في الطرف الآخر ضعوا كذلك آن ناقص واحد ناقص صفر زائد واحد، نعم تبقى آن. إذن هذه الثلاثة على أربعة ضربت آن مرة في نفسها. بقي لنا كذلك هنا لو نعوض بواحد ماذا نتحصل؟ تحصل على القيمة المطلقة لناقص اثنان، والقيمة المطلقة لناقص اثنان ما هي؟ هي الاثنان. أإنه الجواب؟ ها هو أمكم. نقول هذا أو نقول هنا مباشرة ومنه. لاحظتم؟ هذه الطريقة تسمى طريقة الاختزال، وهي طريقة بسيطة لكن ليس لا تخرج بهذه العلاقة، إنما تخرج بالعلاقة التي برهنت بقبلها، هي هذه التي أريكم إياها فقط، مع الحذر أن هذه الأعداد تضرب في نفسها كم حسب ما هو مطلوب هنا في هذا المكان فقط يا أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الأخير، قال استنتج نهاية المتتالية إلي أن. إذا نكتب هنا استنتاج ليميت إلي أن، أكيد الآن يؤول إلى الزائد مع النهاية. ماذا نقول؟ نقول لدينا ها هو الأمر الذي أثبتناه الآن بطريقتين، بطريقة التراجع وبطريقة الاختزال، نملك هذا الأمر. الأمر الثاني الذي كذلك نملكه يا أبنائي أنه لا ننسى أن القيمة المطلقة لإلي أن ناقص ثلاثة هذه دائما أكبر أو يساوي الصفر لا جدال. وعندنا أنه الليميت اثنان في ثلاثة على أربعة الكل قوة آن لما آن يؤول إلى زائد ما لا هذه تساوي الصفر، لأن ثلاثة على أربعة محصورة ما بين الواحد والناقص واحد. إذا كانت عندكم أي عدد
قوة ان او قوة ان زائد واحد او قوة ان ناقص واحد، وهذا العدد محصور يعني هو صفر فاصل، يعني لما نحسبه بالآلة الحاسبة نجده صفر فاصل او ناقص صفر فاصل، فاعلموا ان نهاية تلك العدد يذهب الى صفر مهما كان. اذا بما ان هذه النهاية ذهبت الان الى الصفر، فماذا يمكن ان نقول؟ فان ليميت القيمة المطلقة لإي لآن ناقص ثلاثة لما آن يؤول إلى زائد ما لا نهاية تصبح تساوي الصفر، لكن هذه من؟ هي إي لآن ناقص ثلاثة بالقيمة المطلقة، وقلنا أن القيمة المطلقة ماذا؟ القيمة المطلقة دائما قيمة موجبة، هذا يعني أن ليميت ماذا أبنائي؟ ركزوا الأمر جد بسيط، معناه إذا سمينا هذه النهاية، نسمي هذه النهاية حتى تفهموا، هذه إذا سميناها آل فماذا ينتج؟ تصبح القيمة المطلقة لآل ناقص ثلاثة يساوي الصفر، ما هذا إلا آل تصبح تساوي لنا كم؟ تصبح تساوي لنا ثلاثة فقط يا أبنائي. إذا هذه النهاية سميتها آل، فتصبح لنا ماذا؟ القيمة المطلقة لآل ناقص ثلاثة هي تساوي صفر، ما هذا إلا آل تساوي صفر، عوضوا أي عدد إلا الثلاثة هو الذي يعدم هذه القيمة فقط يا أبنائي، وتصبح هذه المتتالية هي متتالية متقاربة نحو العدد ثلاثة مثل ما حسبت بالطريقة الأولى اللي هي الطريقة التي قلنا أن الثلاثة من هنا آل ومن هنا آل فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.